في أوروبا في فرنسا بالذات، كيفاش تحبوا يخرج؟ خرج منه اللائكي، خرج منه العلماني، خرج منه من انتسب إلى المحافل الماسونية، خرج منه أنواع وأشكال. كيف ندعو الآن؟ يجب أن تكون لنا أسس لفقه الدعوة في تونس تناسب الواقع التونسي. أما أن يتشبث كل منا برأيه ويرى أنه احتكر الحقيقة كاملة فهو سيقوي أعداء الإسلام. وإلا ثم مسألة أخرى أخطر من هذا، وهو أن يهاجم بعضنا البعض وأن يتفوه البعض فيقول مثلا المذهب المالكي ما يصلحش، العقيدة الأشعرية هذيك كفر مثلا، من الأشياء التي نسمع فيها من بعض من ينسب نفسه للعلم وهو ليس عالما مع الأسف. إلا العكس، إلهنا واحد ورسولنا واحد كتابنا واحد قبلتنا واحدة. يكفي، نطفئ الفتنة هذه في تونس. ثم أشياء خاصة بالبلاد لازم نحترمها. وألا سمعت بعضهم يقول لو وجدتم قولا لمالك وقولا للشافعي وقولا لأبي حنيفة وقولا لإمام أحمد وقولا في السنة أتبع السنة. الله ليس لأولا ليس سنة شو هذا؟ الانغلاق خطير، خطير جدا. نحتاج إلى فقه الدعوة، لابد من ذلك. وفي الأشهر الأخيرة زرت الكويت ووجدت عالما من علماء الشام هناك اسمه أبو الفتح البيانوني، رجل في بعد تجاوز 80 من عمره وله ابنان كل منهما ايضا دكتور متخصص في فقه الدعوه ما شاء الله. كان يحمل هذا الفكر التعددي في الفتوى، لكن حين سالته عن وضع بلد ينتمي الى الغرب الاسلامي، وحين نقول الغرب الاسلامي هو الشمال افريقيا، لان الشمال افريقيا تسميه استعماريه، الغرب الاسلامي يبدا من ليبيا وينتهي في الاندلس في زمن النضال والان الى الغرب الافريقي. ويجب ان نحترم خصوصيه كل بلاد، فلماذا نغير فقه الصلاه؟ ليس فيه فائده كبيره، او فقه مثلا الصوم او ما شابه ذلك. يجب ان نؤسس الاسلام حيث ما كان المذهب. اخواننا في الهند مثلا عند المذهب الحنفي، من الحنفي ندعو الى الاسلام وهكذا. مش نعمل في فتنه نقول لا، كاننا قد عدنا لنرجح بين العلماء. يعني هذا الذي يقول هذه المذاهب لا تعجبه كانه ادعى انه اعلم من اصحابها ومن اتبعه من العلماء عبر القرون. نوع من الكبر هذا مخفي. الله يهدينا. اللي من بعده هذيك اللي كانت الشباب اللي هرب ربي سبحانه وتعالى كي ما لقاش شكون يعطيه في تونس بدا ياخذ من الفضائيات. معذور، فنحن معذور، يجب ان نتعامل معهم انهم ابناؤنا وانهم امانه في عنقنا واننا مطالبون بان نرشدهم الى الطريق الصحيح وان نخاطبهم برفق وان نعذرهم وان لا نؤاخذهم فيما أخطأوا فيه أيضا. أن نقول لهم بارك الله فيهم، إذا كان فما شباب من زاغ وقد خرج عن الطريق وهم قد تشبثوا بشيوخ من الفضائيات، على كل حال قاموا خير، لكن مع ذلك يجب نزيد نرجوه إن شاء الله. ربي يهدينا ويهديهم. لا أن نتبرأ منهم أبدا، خاطر اليوم الفتنة هذه هي أن نتبرأ من واحد من أبناء السلفية، نتبرأ أمس عملك برنامج على الشيعة وجمع الجاي الشيعة برنامج كلها تقسيمات غير هي إدخال الفرقة ما بين المسلمين. واحد من خيالنا حين تحدثت معه عن موقفي الخاص بكل تواضع قلت له سأفاجئك برأيي، قال لي ما هو؟ قلت لو كنت شابا لكنت سلفيا. قال لي قلت لأنني فتحت عيني في بداية التسعينات في بلد جففت فيه المنابع
والدروس فيه في المعاهد لا أثر فيها للدين إلا رائحة من الطيب في قارورة قد جفت، يعني ريحة صغيرة فقط. تمشي للشارع مثل مجدين في الجوامع يقيدوا لك اسمك إذا كانك تصلي صبح حاضر، فإذا بالله سبحانه وتعالى فتحها من السماء بالفضائيات في آخر التسعينات وبداية سنة 2000 وبعدها. لم أسمع شيوخ الزيتون ولا شيوخ آخرين، عرفت فلان وفلان وفلان، فتحوا الله فتحوا قلبي على الإيمان فأمنت. إيش بي؟ قلت هذاك هو الطريق اللي قاوه مساكن. هي توش هو المطلوب، مطلوب أن يوسعوا دائرتهم العلمية. المطلوب أن نوسع كلنا دائرتنا العلمية، وأن يعذر بعضنا البعض، وأن نعمل فيما اتفقنا عليه، وأن نتجنب الخلاف. نتجنب الجدل. نتجنب الخلاف، ونجعل الجدل بين أصحابه، ولا يجب أن ينزل إلى العامة. ما ننساش العامة. الخلاف، الحديث في الخلاف يؤدي بنا إلى الحب، إلى الجدل. وبالتالي قطع الجدل هو ترك الخلاف. وتجنب التشدد. لكن يا شيخ الله يرضى التشدد سامحني شيخ، خلال تدعيم قولك الفتنة على أبواب فتنة ربي يحفظها. يعني في خلال بعض اللقاءات أنا من بينهم أمس، يعني مشكلة تصور المحراب وفكه وكذا، وقت نحكي معه قال أنا طلعت الإمام صحيح هو أحفظ مني القرآن ولكنه لا يرتدي الزي الشرعي. قلت له ما هو الزي الشرعي؟ قال هو القميص والسروال القصير. يعني تشدد في الشباب، وهذه محتاجة للخطباء باش يتوجهوا، كما وقع في الزهروني والأيام الأخيرة أنه مجموعة من الشباب منعت دخول المصلين الجامع لأنه ليس له لحية. يعني هذه إقصاء، والإقصاء يؤدي إلى ردة فعل مضادة. ما فيش شك. كنا نواجه العملية. نحن بهذا العمل. حتى وإن كنا. سامحني، حتى وإن كنا نريد أن نحيا سنة. صح. والله ها مجمع الزهروني ما فهمناش راه. لازم التأكد راه. لازم التأكد من المعنى. نريد أن نحيا سنة، أن هي طيبة. ولكن إذا أدى ذلك إلى منكر. ما عاد المنكر عندي فيه شروط. هذا شروط لابد ان يكون المنكر مجمعا عليه. ها جماعه الزهروني نسجلوه ما عندوش حاجه نقولوا لا يؤدى الى المنكر اعظم منه ان يكون غير منكر عارفا به. اذا كان سبحان الله الناس ما هياش عارفه الاولويات، واذا كان ضر هذا نتصور هذا ربما تكون اشاعه. أن منعوا المصلين باش أول ما نسمعك ما أحوجنا المشايخ تتسع صدور على الخلاف وتحضننا هكا وتقبلنا. نحكي لي باسم الشباب، تقبلنا هكا وتلمنا ونحسوا بيهم الناس اللي تقبل فقه الخلاف. ما شاء الله تو شيخ يعني متقدم في السن ومشايخ الزيتونة، لكن كي تسمعوا عكس كثير من المشايخ اللي يقول لك لا هذا فكر لازم يتحارب، هذا فكر وهابي، هذا فكر سلفي، هذا فكر وافي، هذا فكر أحد أن يقول لا إله الله محمد رسول الله. بالضبط هذا هو. الله يبارك ولا نعادي شخصا قد توفرت فيه شروط الاجتهاد فاجتهد. الله يبارك فيك. وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بخص بني قريظه اقر من صلى العصر في وقته واقر من اخر ذلك، ولم ينكر على فريق من هذين الفريقين. فعلمنا عليه الصلاه والسلام ان يقبل بعضنا بعض في امور ظنيه. يعني ذكرتني بشيخ محمد علي دلاعي الله يرحمه، عندنا في جلسه مع شيخ مراد وكان فيها حاضر شيخ مشفق وبشر مشايخ، ذكروا له مساله القبض والسدل في الصلاه، وشيخ محمد علي دلاعي حاضر، فقعدوا يتناقشوا هو سكت، ثم طلبوه بعد ما تكلموا كل طلبوه قالوا شيخ شو رايك في المساله؟ قالوا كلمه والله حفظتها منه، قالوا نحن ابناء الدليل اينما مال نميل، جمهور المالكيه في هذه المساله خرج عن الدليل وكذا، قال الجمهور، لكن قلة من المالكيين انتصروا للرأي بالقبض وكذا. قال فنحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، والله حفظتها منه. شوف يعني من شيخنا الزيتون الله يرحمه، اللي كانت ناس ما تتعصبش للرأي وإنما تتعصب لأصول المذهب وقواعد المذهب، ويقول لك أنا مالكي المذهب كما الإمام ابن عبد البر. كما أريد أن أقول شيئا في هذا المضمار، الله وهو أننا إذا تمسكنا بفروع الفروع واختصمنا من أجلها نكون قد ضيعنا الأصول.
يعني تو ما بقيش نشوف واحد ما بقاش يسلم عليه، علاش؟ ريت يصلي بكيفيه يسجد او العكس، عكسي انا او لا صلوا عوض يعملوا على اليمين واللي صار عملوا هكا مثال، والا خلاه مقبوض وبعد ذلك كي يوصل اشهد ان الله اطلقه. صدقني هذه من مداخل الشيطان، لان الشيطان يدخل من ابواب كثيره، يدخل من باب تزيين المعصيه، فإن عجز عن ذلك يذهب إلى تزيين المكروه، فإن عجز عن ذلك يذهب إلى تزييدك في المستحب، وإن عجز عن ذلك يذهب إلى السنة، وإن عجز عن ذلك يذهب إلى الفريضة. أحد الشيوخ رحمه الله شبه غزوة الشيطان عليه لعنة الله بمدينة إسلامية مسورة عند سور كما كل المدن القديمة، وفي قلب المدينة هنالك المسجد الأعظم المعروف، والعدو من الخارج أهل المدينة يخافون على مدينتهم، فعوض أن يضعوا سورا واحدا وضعوا أسوار، سور أول ثم سور ثاني بعده ثم الثالث ثم رابع وغير ذلك. محل الشاهد أن السور الأخير يكون في الأدب، الذي بعده يكون في المستحبات، الذي بعده يكون في السنن، الذي بعده يكون في الفرائض. قال العدو إذا كان غلبك في أدب من الأداب فيق مع روحك، ارقع وارجع الأدب النبوية كي لا يكون الضرب مباشرة في الفريضة في قواعد الإسلام نفسها. إذا ولا بد ما رجعتش أو كرا الوجع توجعك أكثر كي توصل المستحب وهكذا. أما قال إذا سكت رأي بدي طيح بالسور بالسور إلى أن يحتل مقر السيادة والإسلام وهو المسجد، وربما يخرجوا من الملة ولا يكون ملة. إحنا تو قاعدين نتخلفوا مع بعضنا من أجل نقبض وننزل. يا سيدي حتى السيدة الملكية موجود في حواشي المشروح المتون وغيرها أن من فعل ذلك تسننا فقد صلى بالسنة، ومن لم يفعل ذلك كراهة الاتكاء، مش لأنه مش سنة. يعني سبحان الله عندهم تفسيرات وتخريجات ظنيات واجتهادية، ما تعرفوش عليه يا اخي. بربي جصلي بالله بجرب.